بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في الفيديو الثاني لشرح برنامج فوركس تيستر. كما سبق الذكر في الفيديو الأول، قمنا بتعريف البرنامج وذكر بعض المميزات وخصائصه. في هذا الفيديو سنعمل على الإيديت مود على هذا الشكل لاختيار الأزواج التي سنعمل عليها. فمثلا على هذا البار هنا لدينا زوج يو اس دي ياباني، يو اس دي فرنك، جبه بي يو اس دي، الاورو يو اس دي. للتعلم اكثر ولمعرفه ماذا يحصل في هذا البرنامج، سنعمل على إزالة وحذف هذه الأزواج، وسنقوم أيضا بتركيب أزواج تخصنا نحن. فمثلا نحذف هؤلاء الأزواج، نضغط currency list، نأتي إلى هنا delete currency، الثاني أيضا delete currency، JPBUSD delete currency، AUUSD delete currency. هنا سنقوم بإضافة مثلا الأسترالي يو اس دي، تعالوا نضيف الأسترالي يو اس دي. هات كارنسي هنا الكارنسي بير نيم، نعمل أسترالي يو اس دي. ديجيت افتر بوينتس يعني عدد الأرقام بعد النقطة، كما تعلمون الاستي يعني 4، نتركه على هذا الشكل. ثم نضغط هنا الاسترالي يعني البيز كارنسي اللي هي الاسترالي، ثم نضغط اوكي. هنا اضفنا الاسترالي او اس تي. من قبل البرنامج لم يكن يستطيع حذف الاورو اس دي، اذا بعد اضافة هذا الزوج نحذف الاورو اس دي ديليت كارنسي. نضيف ايضا زوج اخر وليكن جي بي بي ياباني، هنا الازواج عدد الديجيتس افتر بعد الفاصلة تكون 2، نضغط هنا 2، ثم نضع هنا الجي بي بي. لمعرفة من أين تحصل على هذا الرقم، فمثلا على هذا الشكل نأتي إلى ميتا تريدر، فهنا تعالوا نبحث عن الجي بي بي ياباني الياباني كما ترون، وعلى هذا الشكل يعني عدد الأرقام بعد الفاصلة وعلى هذا الشكل، يعني تكون 142.845، يعني الرقم الذي يكون على اليمين لا يستخدم، فقط 48، يعني عندنا هنا بعد الفاصلة رقمان. كنا قد وضعنا الأسترالي دولار، تعالوا نحط الأسترالي دولار، فين هو الأسترالي دولار؟ هنا عندنا 5 أرقام، لكن كما ذكرت الرقم الذي يكون الأصغر على اليمين لا يستخدم. هنا 4 أرقام اللي كنا قد وضعناه هنا، يعني هنا جي بي بي ياباني عندنا رقمان. نضغط البيز كارنسي اللي هي جي بي بي، ثم نضغط اوكي. لدينا هنا زوجان. انتم الان تعلمتم كيف تضيفون الازواج هنا على هذا الشكل. نضغط ابلاي، ثم نأتي لتحضير ملف الداتا لهذين الزوجين، مثلا الاسترالي يو اس دي. لكي احضر ملف الداتا الاسترالي يو اس دي هناك العديد من الطرق،
لكن أسهل طريقة وأنجعها هي التي سأستخدمها الآن. أذهب إلى الميتاتريدر العادية، ثم أتي إلى هنا على هذا الخيار Tools الهيستوري سنتر، اضغط عليه على هذا الشكل، ثم أبحث هنا على الزوج الأسترالي USD. أسترالي USD لا يوجد هنا. أسترالي USD لا يوجد هنا أيضا. أسترالي USD أهو قد وجدناه هنا. نضغط عليه دبل كليك ضغطتين، سنبقى عندنا هذه الفريمات. آتي هنا على فريم الساعة، ثم على فريم الساعة أضغط عليه ضغطتين دبل كليك، قد جلب لنا الداتا لهذا الزوج على فريم الساعة، جلب لنا حتى الساعة الآن يعني 14/8/2017، وبدأ جلب الداتا من 17/4/2017. يعني أنا أريد أكثر من هذا التاريخ، يعني أقل، أريد أقل من هذا التاريخ. يعني سوف أضغط داونلود ليجلب لي أكثر عدد ممكن، يجلب لي أكثر من هنا، سيجلب لي من 2010 تقريبا أو 2007، وسيكون علي عند الشارت في الفوركس تيستر شارت طويل جدا ويمكن التدريب عليه بشكل أوسع. نضغط داونلود، نضغط أوكي، سيبدأ هنا بتحميل الداتا لهذا الزوج الأسترالي USD على فريم الساعة. بينما يتم التحميل سأشرح لكم ماذا سيحصل في الفوركس تيستر. سأتي إلى البرنامج، هنا أنا اخترت فريم الساعة، وعندما سوف أرفع هذه الداتا على فوركس تيستر، ماذا سيعمل برنامج فوركس تيستر؟ سوف يبدأ من فريم الساعة، يستقبل الداتا فريم الساعة، ثم ينتقل إلى فريم ال4 ساعات، ويقوم بتحويل هذه الداتا التي هي الآن على فريم الساعة، سوف يقوم بتحويلها إلى فريم ال4 ساعات، ثم ينتقل إلى فريم الديلي، وسيقوم بتحويلها أيضا إلى فريم الديلي، وسينتقل إلى فريم الويكلي، وسيقوم أيضا بتحويلها إلى فريم الويكلي. سوف تكون أنت قادر على استخدام فريم الساعة 4 ساعات الديلي والويكلي. أما على فريم 30 دقيقة، 15 أو 5 دقائق أو الدقيقة، سوف لن تستطيع إلا إذا قمت بتحميل الدقيقة أو 5 دقائق. بخلاصة القول، فعلى فريم الساعة سوف يقوم بالتحويل إلى الفريمات الأكبر، ولا يقوم بالتحويل إلى الفريمات الأصغر. سوف أقوم بعمل بوز للفيديو بينما يتم تحميل هذا الملف، هذه الداتا، وسأعود لاستكمال الشرح. إذا كما ترون إخواني الأعزاء، فقد تم تحميل الداتا كما شرحت لكم في الأول. هنا عندنا اليوم 14/8/2017، سوف أنزل لمشاهدة من أين بدأ التحميل. أعطانا هنا من 8
شهر 2007، يعني تقريبا 10 سنوات. يعني هذا الملف لدينا هنا 10 سنوات الماضية لهذا الزوج الأسترالي أو اس دي. عندما أقوم بتركيبه سوف أعود من أي فترة أنا أريد أحددها وأبدأ التداول ودخول الصفقات، شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع، التدريب إلى أن يصل إلى هذا التاريخ، ثم العودة أيضا والتدريب دون الاتصال بالإنترنت. إذا سوف أريكم كيف يتم إكسبورت عمل تصدير لهذا الملف وتحويله إلى ملف اس في سي، ثم تركيبه على الفوركس تيستر. لعمل هذا أضغط على الرو الأول، يعني الصف الأول، ثم أنزل إلى آخر صف الأسفل، أضغط على Shift ثم الضغط من جديد لكي يتم اختيار كل الصفوف، ثم عمل Export هنا، أضغط Export مباشرة يعطينا امتداد لملف CSV، وأتركه على هذا الاسم لأن فريم الساعة هو 60 دقيقة. ثم أختار مكان الملف أين سأضعه، أضغط هنا على سي، ثم أضع الملف هنا، أضغط سيف. هنا سوف أقوم بإنشاء ملف ووضعه. الملف الذي أنشأ ثم أضغط سيف. قد تم حفظ هذه الداتا في ذلك الملف. أعود وأعمل نفس الشيء لجلب داتا الزوج الذي قمت بتحضيره، جي بي بي ياباني. أعمل نفس الشيء، أتي إلى هنا جي بي بي ياباني، أين هو؟ أضغط دبل كليك، ثم آتي إلى فريم الساعة وأضغط أيضا دبل كليك، دبل كليك وقد جلب لي كما ذكرت في الأول من 14، يعني يومنا هذا، إلى شهر 3 2017. أنا كما ذكرت أريد 10 سنين الماضية. أضغط داونلود وعمل نفس ما عملته على زوج الأسترالي يو اس دي لكي لا أطيل عليكم في هذا الفيديو. في الفيديو القادم سوف أريكم كيف يتم تركيب هذا الملف على برنامج الفوركس تيستر. أنا وضعته هنا هيستوري سنتر، هذا هو الملف. سوف أريكم كيف أرفع هذا الملف ووضعه هنا على هذا الزوج ثم العمل عليه. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.